شيخ، هذا سائل يقول: أعمل في شركة محاسبة، وبين شركتنا وشركات أخرى عقود بنسب معينة. أعمل في شركة محاسبا، وبين شركتنا وشركات أخرى عقود بنسب معينة، ولكن الإدارة تطلب منا أن نزيد على النسبة المتفق عليها في العقد بحجة قلة الأرباح، فما حكم هذا العمل؟ وهذا نباطل ولا يجوز. انتقلوا إلى عمل غيره، والأعمال كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما عقود الربا والشركات اللي فيها ربا فهذه لا تقربوها. نعم.